نجم القناة عبد الرزاق. لا أنا نجم القناة على الشاشة أنت تستحوذ على نجومية القناة. شوف راو أنا ما خدمتش شوية هادي راو معاك معاك هادي راو 2006 راو كعمل دائرة الضوء وقفوا بن علي راو دائرة الضوء راو باش نبدأ واضحين خدمت برشا راو راو دائرة الضوء مش بن علي كان يحب دائرة الضوء كان يحب مش قلت كان يتفرج في دائرة الضوء طبعا بن علي كان يتفرج في دائرة الضوء كان يسأل على موضوع اليوم يهز التليفون ويكلم يسأل شنو هو الموضوع اللي في دائرة الضوء لكن نهارت لي مسيت زوجته أنا وقتش مسيت ومسيت جمعية بسمة وقلت ما دور هذه الجمعية اللي هي جمعية نعتقد سياحية ما هيش قاعدة بالحق تعتني بالمعاقين تم إيقاف البرنامج قلت هكا فعلا طبعا أنا الوحيد اللي دخل في بن علي في قلب بن علي في شخصية بن علي في قوة بن علي تو اسمع كان نقولوها راني ما نحبش نقولوا الكلام هذا يقول لك تو ولا عبد الرزاق ولا مناظر أنا سكت بالعكس عمري ما جبت له مناظر وأنت كنت تتذكر بعد الحصة هذيك هذي بعث بن علي كلف بمهمة السيدة العقربي وجات السيدة العقربي في آخر حصة لترد على ما قلته أنا ولكن أنا ما خليتهاش ترد راه صدقني بالذكاء الإعلامي خليتها قعدت بحذايا بحضور الكرونيكور والواحد وخليتها قلت لها باش نوريك حالات السيدة العقربي شو ترد عليها ونوريها الحالة الأولى الحالة الثانية وفيها الوقت وما ردتش على جمعية البرنامج بعد بن علي يغضب وأوقف البرنامج لكن قالت حنا بعد وقتها العربي نصر ربي طول في عمره كانوا بالأساس كانت الدولة تمول وتساعد قناة حنا بعد لا مش صحيح ما هذيك المغالطة الكبرى في الوقت ذاك كانت حنا بعد تعاني في معاناة كبرى والعربي نصر يعاني في معاناة كبرى لأنه فما أشخاص حاطين على القناة في الوقت ذاك كيفاش قبل العربي نصر أنه حاجة تتعدى حتى لو كنت أنت عندك هذا التهور هذا اللي يتسمى وقتها تهور إعلامية اللي تعمل فيه كيفش قبلت إدارتك أنها تعدي حاجة لا العربي نصر كان تتذكر بالمكشوف وتتذكر عن حسنية وتتذكر فيه برامج كان التوجه متاحة هو الجرأة قناة حنا بعد بنيت على الجرأة في الوقت جرأة ذات. على المسؤولين والوزراء وليس على رموز الدولة وقتها الوزراء رموز الدولة وهناك شخصيات نافذة أكثر من الوزراء في الوقت ذاك وكانت قناة حنبعل تمس الحاجات هذه وكانت قناة حنبعل تتحمل كثير من الضغوطات وأنا خلطت على برشة ضغوطات عندك شبيهة من بن علي أنا كي كنت سمين إيه كنت شبه بن علي في وجهك توا نظر لا توا لا ضعفت لأني عملت ريجيم أما الملامح الوجه أما كي كنت قبل انشبه له نهار أنا غلط يوري فيا في تصوير ولبس كوستيم نوار كما انا في المسامح حكايه قلت يا ربي خي تصويرتي هذه ليه قالوا لي هذه بن علي والله العظيم ويعرضوني العباد وقت يقولوا لي مشيتك تشبه بن علي تولى لاني ضعفت وما عادش كما قبل وكبرت زين